بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي قذائف عصابات الأسد التي انهالت على مساجدنا. هذا هو مسجد الصحابي الجليل سيدنا خالد بن الوليد الصحابي البطل الذي نقتدي به بإذن الله بعد سيدنا محمد. اليوم في ذكرى مجزرة الساعة في 18 نيسان 2012، المجزرة التي حصلت في مثل هذا اليوم من السنة الماضية. يمطرنا النظام بعشرات القذائف، حسبنا الله ونعم الوكيل. هناك أحد القذائف سقطت هنا والحمد لله لم تحدث فجوة كبيرة. الله أكبر، الله أكبر. نحن نعاهد الشهداء الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من السنة الماضية بأن نبقى على هذا الطريق، إما الشهادة وإما النصر إن شاء الله. نحن شعب لا يعرف الهزيمة، هكذا علمنا سيدنا خالد. اليوم منذ الصباح يمطرون بعشرات القذائف، والله بعشرات القذائف.